خمس أكلات ومشروبات هتساعدك على حرق دهون الجسم مهما كان نظامك الغذائي اللي ماشي عليه، سواء كان الكيتو دايت أو اللو كارب دايت أو الصيام المتقطع، أو حتى لو ما كنتش ماشي على أي نظام غذائي، فحاول من النهاردة إنك تضيف الحاجات اللي هنقول عليها النهاردة في أكلك، لأنها فعلا هتفرق معاك 100%. أول حاجة هو زيت جوز الهند. زيت جوز الهند بيعتبر من مصادر الدهون الطبيعية الصحية ومن أنواع الدهون المشبعة الصحي، وهيكون بديل صحي وممتاز بدل زيوت الطبخ والزيوت النباتية المهدرجة، ومفيد لصحة الجسم وصحة القلب والأوعية الدموية، وبيعلي الدهون النافعة وبيقلل الدهون الثلاثية الضارة. وبخلاف إنه مفيد للصحة، فهو كمان مفيد لخسارة الوزن وحرق الدهون. وفي دراسة هسيبها لكم من تحت بتقولك إن تناول معلقتين من زيت جوز الهند بتساعد بشكل كبير على خسارة الوزن وتقلل محيط الخصر 2.5 سم، والنتيجة دي من غير أي تغيير في العادات الغذائية أو حتى ممارسة أي رياضة. فما بالك بقى لو أنت مظبط أكلك وماشي على نظام غذائي واستخدمت زيت جوز الهند. والمميز كمان في زيت جوز الهند انه بيحتوي على نوع من انواع الدهون المشبعة اللي اسمها MCT، والنوع ده من الدهون الجسم بيستخدمه كطاقة بشكل مباشر، وبيقلل من الشعور بالجوع وبيزود من معدلات الحرق. وكمان زيت جوز الهند مميز انه بيتحمل الحرارة العالية، فهيكون مناسب للطبخ بدل الزيوت النباتية التانية المهدرجة اللي بتتأكسد مع تعرضها للحرارة، وبخلاف انها اصلا ضارة بالجسم. وتاني حاجة هي البيض. البيض بيعتبر من الأطعمة اللي بنسميها قنبلة الفيتامينات. البيض عبارة عن فيتامينات ومعادن جسمك محتاجها بشكل يومي، وكل الدراسات بتقول ان الشخص اللي بيتناول البيض يوميا الميتابوليك ريت او معدل الايض بيزيد عنده بنسبة 35%. فمن النهاردة حاول تضيف البيض في نظامك وخليه عادة يومية بالنسبة ليك، لانه فعلا هيساعدك بشكل كبير في التخلص من الدهون. وتالت حاجة معانا هي القهوة. القهوة مفيدة جدا، بتحسن القدرة العقلية وبتحسن المزاج وبتزود ادائك الرياضي، وكمان بتزود من معدل حرق الجسم 13%. ويفضل انك تشربها قبل ما تمارس اي نوع رياضة، لان ده بيرفع ويزود من معدل حرق الجسم. وعشان تقلل من الاعراض الجانبية للقهوة او المشروبات اللي بتحتوي عامة على الكافيين زي الارق وقلة جودة النوم، فحاول انك تتناول القهوة بكميات معتدلة، يعني كوب او اتنين في اول اليوم بس، وحاول تبعد ما بين اخر كوب قهوة والنوم حوالي 6 ساعات. ورابع حاجة معانا هو ملك الدهون الطبيعية، وهو زيت الزيتون. يفضل ان يكون زيت زيتون بكر ممتاز، وبخلاف انه غني بالدهون الصحية وبيحارب الكوليسترول وبيساعد على صحة القلب، وانه بيحتوي على واحد من اقوى مضادات الاكسدة اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى، وهي فيتامين اي، ولكن كمان من مميزاته انه بيساعد بشكل كبير على انه يرفع الميتابوليك ريت او معدل الايض، وده معناه زيادة في حرق الدهون. واخر حاجة معانا هي خل التفاح، ويفضل انه يكون عضوي. ومن مميزات خل التفاح انه بيقلل الشهية وبيقلل من مستويات السكر ويقلل من مستويات الانسولين، لانه زي ما احنا عارفين ان الانسولين ده الهرمون المسؤول عن تخزين ايه؟ عن تخزين الدهون. ومن خصائصه كمان انه بيحتوي على مادة الاسيتيك اسيد او حمض الخليك، ودي مادة هتساعدك في حرق الدهون، وكمان بتمنع تكوين وتخزين الدهون في الجسم. فخليك حريص انك تضيف خل التفاح مع طبق السلطة بتاعك او مع الاكل، او حتى ان ممكن تجيب معلقة منه وتخففه على كوباية مية وتشربه مع الوجبات. وفي حلقة كاملة كنت عاملها عن خل التفاح، ايه افضل نوع تجيبه وامتى وازاي تشربه ومين الناس اللي ممنوعة منه، هسيب لكم رابط الحلقة دي من تحت. واخيرا مش معنى كلام النهاردة ان الناس تقولك اهو خلاص هلتزم بالحاجات دي واكمل حياتي عادي. لا طبعا، لازم تغير نظامك الغذائي وتقلل من السكر والسكريات والنشويات والدهون والزيوت النباتية المهدرجة في اكلك، وحاول تتناول احتياجك اليوم من البروتينات، وتقلل النشويات الغير صحية، وتتناول النشويات الصحية زي الخضار والمكسرات، وحاول تغطي احتياجك اليوم من الفيتامينز والمعادن سواء عن طريق الاكل او عن طريق المكملات الغذائية. وبس كده، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، وابعد عنا شر الكبر والرياء يا رب العالمين. دمتم بصحة وخير. كان معكم دكتور ضياء الدين، واشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم.